يبدو أن وجود الميليشيات الإيرانية في سوريا بات مزعجا للحكومة التي تتجنب التورط في التصعيدات الدائرة بالمنطقة، خاصة بعد سلسلة ضربات وجهتها إسرائيل وكذلك قوات التحالف الدولي في سوريا لهذه الجماعات. تشهد مناطق تواجد قوات التحالف الدولي تصعيدا عسكريا لافتا، ولا سيما في زيادة حدة الهجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية، وآخرها استهداف الميليشيات لقاعدة الشدادي في الحسكة شمال شرقي سوريا لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود استعدادا لهجمات قد تكون محتملة من قبل المجموعات المدعومة من إيران. أجرت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية تحاكي الهجوم البري على أهداف داخل مدن أو قرى في قاعدة التنف. تطورات شكلت توترا وقلقا لدى العناصر المحلية، خاصة مع مغادرة القيادات والعناصر الأجنبية، وفي ظل ما تشهده مقراتهم من هجمات ليقفوا بين نار التحالف وغضب العشائر في مدينتي البوكمال والميادين التي تشهد حالة احتقان شعبي تجاه الميليشيات التابعة لإيران. وسط كل هذا الحال تطرح تساؤلات عما إذا كان النظام السوري يمتلك القدرة على ضبط وجود هذه الجماعات، وما إذا كان يمسك أيضا بأية مفاتيح قد تبعده عن خطر التصعيد الذي بات يحوم على نحو أكبر في محيط العاصمة دمشق. هذه التطورات تأتي أيضا تزامنا مع توجه إسرائيل للضغط على النظام السوري لدفعه نحو الحد من النفوذ الإيراني والميليشيات الموالية بحسب خبراء، بالإضافة إلى منع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله. ينضم إلينا من دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي، ومن عمان الدكتور نبيل العتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط. مرحبا بكما ضيفاي الكريمان. سأبدأ معك أستاذ عبد الحميد. إذا هل هنالك مؤشرات على أن الحكومة السورية بدأت تتخذ خطوات لضبط الوجود الإيراني في سوريا؟ مساء الخير لحضرتك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. لا يوجد هناك مؤشرات بالمعنى الملموس والواقعي، ولكن هناك بعض الوقائع على الأرض، على امتداد الأرض السورية شرقا وغربا، والمناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية تتيح للمراقب أن يستشف مثل هذا الأمر. ولكن هذه المسألة ليست بقرار كما يعتقد البعض أو رسالة سياسية معلنة، إنه إجراءات على أرض الواقع فرضتها كثير من الظروف. من هذه الظروف الدور الروسي في هذا الأمر، والتفاهمات الروسية التي تبدو أنها كانت قد أقيمت مع الجانب الإسرائيلي، ولذلك كان هناك ضبط للجنوب السوري فيما يتعلق بجبهة الجولان، حيث روسيا قد وضعت أكثر من 17 نقطة عسكرية على الخط الفاصل بين الجولان السوري المحتل في الجزء المحتل لدى إسرائيل والأرض السورية، والجولان في الأرض السورية الذي يقع سيطرة الدولة السورية فيما يتعلق بهذا في الجنوب. في الشرق السوري على سبيل المثال في مدينة البوكمال والميادين ومحافظة دير الزور، نعم هناك بشكل واضح نوع من الرفض الشعبي بعد حادثة بين عشيرة وبعض الذين يعملون مع الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة، تطور إلى إجراءات عملية واضحة في تلك المنطقة أدت إلى تراجع كبير في الوجود المعلن على الحواجز التي تعمل سواء للإيرانيين أو الميليشيات الإيرانية. أما أعتقد بأن الأهم من كل هذين الأمرين هو ما تعلق بالحدود الغربية لسوريا، وتحديدا في الحدود الملاصقة لشرق لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتحديدا في منطقة ريف دمشق مرورا بالقلمون وصولا إلى ريف حمص الغربي، وتحديدا منطقة القصير وصولا إلى الجسور التي قصفت قبل حوالي ساعتين بشكل مدمر من قبل الجانب الإسرائيلي في تلك المنطقة، في منطقة القصير. كل هذه الإجراءات في الحقيقة باتت واضحة ولم تعد مخفية. والأهم من هذا وذاك، أعتقد بأن الحدث الأكبر هو التراجع الملحوظ في الحضور سواء لبعض القوى الإيرانية أو بعض عناصرها أو ميليشياتها، أو كذلك أيضا لوجود الوجود المتعلق بحزب الله وقادته بعد الاستهدافات الكبيرة المتواترة من جانب الإسرائيليين سواء لمواقع تخزين السلاح أو لمواقعهم على امتداد الجغرافيا السورية، وتحديدا في العاصمة السورية دمشق، حتى تلك الشقق السكنية
التي باتت معروفة سواء في المزة أو تنظيم كفر سوسة أو في بعض المناطق الأخرى والتي كانت عنوان الاستهداف. هذا المشهد يمكن الاستنتاج منه ببساطة بأن ثمة مزاجا واضحا في هذا الاتجاه لتجنيب سوريا تبعات وأعباء مثل هذا الوجود منذ أن بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في جنوب لبنان. طيب دكتور نبيل، لماذا بدأت القيادة الإيرانية بسحب بعض القوات من بعض المناطق الحساسة في سوريا؟ هل هذه استراتيجية إيران الحالية أم القادمة؟ هل تعتقد أن إيران ستستمر في دعم الميليشيات السورية في مواجهة الضغوط الدولية والعسكرية، أم أن هنالك تحول منعطف قادم كبير في السياسة الإيرانية في سوريا؟ مساء الخير آسيا، تحية لك ولضيفك العزيز. يعني هي استراتيجية مؤقتة، خصوصا مع إدراك النظام الإيراني، ربما مع وصول الرئيس إدارة الرئيس ترامب وتصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية من ناحية، والحديث الإيراني آسيا عن الخوف والخشية من خسارة العمق الاستراتيجي لإيران، خاصة موضوع دعم الميليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية لما تمثله من أحد المصدات المهمة بالنسبة للدفاع عن الأمن القومي الإيراني. لكن في نهاية المطاف السؤال المهم والمحوري ليس فقط وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإيراني فيما يتعلق ب تخفيض وجوده العسكري والاستخباري والاقتصادي وغيره من أشكال الوجود المختلفة. السؤال المهم والمحوري، هل هنالك قدرة للنظام السوري على تحجيم النفوذ الإيراني؟ لا أعتقد ذلك، وهذا ما يتحدث فيه الإيرانيين بالمناسبة. لا، الأستاذ عبد الحميد عم بيقول لك ليس هنالك قرار أساسا. لا، يعني هذا ما يحدث بحكم الأمر الواقع. نعم، والإيرانيين آسيا يتحدثون عن ذلك نظر لاعتبارات عديدة، أنه لا زالت الحكومة السورية والنظام السوري يتولى دعم، يحصل على دعم سياسي ومالي من الجانب الإيراني، وخصوصا أنه إذا انخرط في أي تعاون لتحجيم النفوذ الإيراني سوف تحد من قدراته الفعلية لتحجيم النفوذ الإيراني من ناحية، وهذا سوف يبقى محل شك، خاصة أنه طهران ما زالت تمتلك نفوذ عسكري واستخباري واقتصادي واسع في الأراضي السورية، تشمل قواعد عسكرية وميليشيات، وتخليص هذا النفوذ يتطلب قرارات استراتيجية صعبة، قد لا يمتلك النظام السوري هذه القدرة في هذا التوقيت بالذات. الأمر الثاني، هل هنالك مصلحة من جانب النظام في تحجيم النفوذ الإيراني، خاصة بعد سنوات الحرب التي أضعفت بنيته التحتية وعلاقاته الدولية، وفقدان هذا الدعم أو تضييقه قد يشكل تهديدا للنظام في ظل عدم وجود بدائل قوية، وربما قد يقبل بتقليص محدود لبعض الأنشطة بهدف تعزيز علاقاته الإقليمية والدولية. الأمر الثالث هو كيفية التنفيذ، يعني إذا مضى النظام السوري آسيا في هذا التوجه فقد يتضمن ذلك رقابة أو قيود على الأنشطة العسكرية الإيرانية أو الحد من حركتها، والسؤال المهم هل يمتلك النظام الآلية لتنفيذ ذلك؟ لا أعتقد ذلك في هذا التوقيت، وهذا ما يتحدث بالمناسبة عنه الجانب الإيراني بشكل واضح وصريح. من الآن هنالك خشية إيرانية وخوف إيراني من التعاون ما بين الأجهزة الأمنية السورية والمخابرات الدولية، وهنالك حالة من عدم الثقة في هذا الجانب من جانب الإيرانيين، حتى بدأ كثير من المقالات والتحليلات في وسائل الإعلام حتى المحسوبة آسيا على الباسران الحرس الثوري الإيراني واستخبارات الحرس تتحدث بشكل واضح وصريح على أنه كثير من المعلومات يتم تقديمها إلى الطرف الإسرائيلي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما سهل عمليات اغتيال ممنهجة سواء لقيادات الباسدران الحرس الثوري من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا استهداف. هو أصلا الإيراني كل عمره ما عنده هالثقة. ساكي أكيد أحسنت على هذا التوظيف. طيب خليني هو كل عمره من قبل ما يتدخل ما عنده هالثقة، لكن على كل الأحوال الآن التوجه أستاذ عبد الحميد لقطع إمداد حزب الله عن طريق سوريا، هل من كلفة تهدد سوريا، تهدد الحكومة السورية ربما يحكى عنها الآن تتحملها الدولة السورية؟ يعني كيف السبيل إلى الافتكاك من إيران؟ واضح أنه الشعب السوري حاسس أنه في تدخل زاد عن حده لا يريده. هل تعتقد أنه في مشكلة مثل ما قال دكتور نبيل بالولاءات السياسية والعسكرية اليوم في هذه العناصر التي تغلغلت ويعني تكرست في 10 سنوات الماضية؟
ليس بالمطلق، ولكن هذا الأمر هو موضع شك. بداية أرى بأن طبيعة العلاقة السورية الإيرانية حقيقة هي علاقة مركبة أساسا ومعقدة إلى حد كبير، وزادت من تعقيداتها سواء بالانسجام أو الفكاك المرتقب أو الفكاك المنشود. أعتقد زادت هذه الظروف المناخات الصراع في المنطقة منذ غزة من 7 أكتوبر وبعد ذلك في جنوب لبنان. ذلك أن طبيعة العلاقة القائمة بين سوريا وإيران قبل الأحداث قبل عام 2011 كان لها خصوصية، لكن هذه الخصوصية تجاوزتها الظروف التي فرضت على الحالة السورية بعد 2011، وكان هذا التغلغل الإيراني بكل صنوفه العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية، وإضافة أو أضيف إليها جلب عناصر ميليشيات غير إيرانية ولكن تتبع للجانب الإيراني سواء أفغانيون أو كانوا من الباكستانيين الذين يدينون لإيران بالولاء. بالتالي مجمل هذا المشهد والانتشار الواسع إذا صح التعبير لهذه الميليشيات على الأرض السورية في حلب في الشرق في الغرب في الجنوب وحتى في جزء من الساحل السوري، كل هذه المسائل هي قائمة موجودة. إنما أرى بأن الأمر متعلق أساسا بالقيادات الكبرى، القيادات الكبرى على الأرض السورية سواء كانت من الحرس الثوري ومنذ 1 أبريل نيسان الماضي حادثة السفارة الإيرانية بدأ جليا بأن هناك تقلصا لهذا الحضور أو على الأقل للحضور في المشهد. زاد هذا الأمر أيضا التواصل والتواتر المستمر من جانب الإسرائيليين لاستهداف شخصيات بعينها. كان هناك كما ذكر ضيفك الكريم بعض الإعلام الإيراني يتحدث عن خروقات أمنية إلى ما هنالك، ولكن على أرض الواقع بدأ جليا أن المسألة أكبر من أن تكون هناك جهة معينة هي التي تقوم بهذه الإخباريات. يبدو أنها استخبارات ذات طابع دولي. سوريا لا أحد ينكر بأنها في ظل ظروفها الحالية يعيش على أرضها أو يوجد على أرضها 4 جيوش بكل قواها الاستخباراتية والأمنية واللوجستية والفضائية. بالتالي هذه الاختراقات تكون بسيطة وطبيعية. ما يتعلق بمسألة الفكاك في العلاقة السورية الإيرانية عموما والعلاقة مع حزب الله، لا أرى أن المسألة قاب قوسين أو أدنى من التحقق، لأنها ذات طابع بعيد ذات طابع تاريخي. إنما سوريا في الحقيقة في الرؤية الإيرانية وفي التصور الاستراتيجي الإيراني هي الجسر الذي لا بد من عبوره فيما لو أرادت إيران أن تبقي ظلها في هذه المنطقة. وبالتالي اليوم ما يحدث في جنوب لبنان أعتقد بأنه يخلق تحديات كبيرة على الجانب السوري أولا وعلى الجانب الإيراني سواء في عملية الدعم والإسناد السياسي أو والأهم الدعم والإسناد العسكري. في عام 2006 على سبيل المثال في العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 كانت سوريا في ظرف مختلف وكانت العلاقات أكثر توازنا في المنطقة، وبالتالي كانت عمليات الإسناد والدعم واضحة وصريحة. اليوم الأمر مختلف تماما لسببين: أولا لأن سوريا ليست كما كانت سابقا، والأمر الثاني أن ظروف إيران في المنطقة وفي سوريا وكذلك ما تعرض له حزب الله في جانب لبنان قد أدى إلى بروز عوامل تحدي كبيرة قد تؤدي بدورها إلى الحد من هذا الالتصاق من هذا الانسجام من الحد. هذا أنت دائما يعني أستاذ عبد الحميد أنا أتابعك، أنت دائما تقول ويعني تكرس فكرة بأنه لا يمكن الافتكاك من محور الممانعة بالنسبة لسوريا، هي جزء منه. عفوا ليس أقول لا أقول الممانعة، أنا أتحدث أقول ليس الأمر بالسهل في مسألة فكاك العلاقات فك الارتباط السوري الإيراني يعني إيران على رأس مرتكزاتي. طيب دكتور نبيل، هل يمكن تنفيذ حسم عسكري وضربة قاضية لإيران في سوريا نظرا للنفوذ العسكري الذي أصبح متجذر في العقد الأخير، أم أن مهمة التحالف الحد من هذا الوجود إضعاف إيران في سوريا إلى حد يرضي؟ اليوم عمار الحكيم كان سيرسل ميليشيا لافت كان هذا الموضوع، لكنه عاد عن قراره وقال إنهم غير مهيئين للحرب وسيكون دعم المقاومة بالجانب الإنساني والإعلامي. يعني بدأ شوي الميليشيات ترتدع، ما رأيك؟ شوفي آسيا، هذا هو سؤال مليون في واقع الأمر، يعني سؤال مهم وهو مربط الفرس في هذه الحلقة. الآن هذا يعتمد على كما تفضلتي، هل هنالك إرادة من جانب الدول الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع وجود أيضا قبول من جانب النظام السوري
بإنهاء الوجود الإيراني في سوريا أم مجرد تحجيم لهذا النفوذ؟ أعتقد هو مجرد تحجيم لهذا النفوذ، لأن الدول الغربية ما زالت بحاجة إلى الدور الإيراني في ما يسمى باستنزاف قدرات المنطقة لحفاظ الدور الوظيفي لجانب إيران لتدمير الدول المهمة والمحورية في النظام العربي. وشفت أنت آسيا بعد العام 2003 الجمهوريين بقيادة بوش الإبن هم اللي قدموا العراق على طبق من ذهب إلى الإيرانيين، وسمحوا للإيرانيين بعد ما يسمى بالربيع العربي بعد العام 2011 بالمرور إلى سوريا والوصول إلى ما يسمى برحلة العبور إلى المتوسط اللي أطلق عليه حبيب الله السياري قائد البحرية الإيرانية رحلة الأمل. وكما تفضل الضيف، هي بحاجة إيران إلى جسر للعبور والوصول إلى المنطقة، خاصة للتواصل مع حزب الله اللبناني وأكمال ما يسمى بالمشروع الإيراني لبناء مجال حيوي بمعنى نحو إمبراطورية إقليمية أو نحو دولة إقليمية عظمى بحلول 2030، وهو وضعوا هذا المخطط في مجمع تشخيص مصلحة النظام. هذه أحد السيناريوهات، لكن السيناريو الأهم أنه الآن في ظل هذه الضربات التي تتعرض لها الميليشيات الإيرانية عبر الحريق الإقليمي، يؤكد يعني في بعض المؤشرات على أنه الدول الغربية لديها قرار استراتيجي قد اتخذ بإنهاء حزب الله اللبناني بمعنى تحويله إلى حزب سياسي. وأنت بتعرفي آسيا أنه حزب الله اللبناني هو رأس الحربة في المشروع الإيراني، هو ميليشيا متقدمة للحرس الثوري الإيراني، وبعد مقتل قاسم سليماني في يناير من العام 2020 تزايد وتضخم دور حزب الله، حيث تم نقل كثير من المهام إلى هذه الميليشيا اللي بدأت تعيث خراب وفوضى في المنطقة في سوريا وفي لبنان، وفي أصبح لها دور في شمال أفريقيا، وهنالك غرفة عمليات مشتركة يديرها حزب الله اللبناني لتعويض الفاقد الذي تحقق بسبب خسارة قاسم سليماني ووصول إسماعيل قاني الذي لا يمتلك مثل هذه الكاريزما التي كان يحتفظ بها سليماني من ناحية، وسهل على الجانب الإيراني كثير من المهام، بحيث لما تحدث مشكلة حتى مع الحركة الحوثية أو من الميليشيات الشيعية الموجودة في العراق كان الحرس الثوري يقول عليكم أن تتوجهوا إلى حزب الله اللبناني، ومن هناك يتم استشارته. الآن مع تدمير البنية التنظيمية لحزب الله عبر استهداف أكثر من 534 من قياداته السياسية والعسكرية من الصف الأول والثاني، بالتالي أعتقد أنه هذا يشير بما لا يدع مجالا للشك على أنه الدول الغربية بما في إسرائيل طبعا هي ماضية وداعمة إلى ما يسمى بتحويل حزب الله اللبناني إلى حزب سياسي. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه في حال حتى الإيرانيين طرحوا مرة، إذا بتذكري آسيا وأنا تشرفت معك في أحد اللقاءات قلت لك أنه الإيرانيين طرحوا ماذا لو خسر أو شارفت إيران على أن تفقد سوريا. تحدث أحد المسؤولين الإيرانيين في تلك الفترة وهو علي لاريجاني اللي كان يرأس مجلس الشورى، رئيس مجلس الشورى، قال أن النظام الإيراني سوف ينتقل إلى ما يسمى بالخطة باء. الخطة باء بمعنى أن تقلب الطاولة إيران على الجميع، لأنه بخسارتها لسوريا أعتقد أنه هذا يشكل أكبر ضربة للنظام الإيراني، وهذا معناه كما تحدث المرشد الإيراني علي خامنئي أن إيران سوف تضطر للقتال في أصفهان وفي شيراز وفي قلب العاصمة في طهران، بمعنى أن إيران قد فقدت أحد المصدات المهمة والمحورية في مجالها الحيوي، وبالتالي سوف تضطر الدول الأخرى إلى نقل المواجهة إلى داخل العمق الإيراني، وهذا طبعا له كثير من المخاطر فيما يعرف بفترة. بدأ الإعلام الإيراني بالفترة الأخيرة يطرح فيما يسمى بالمخطط الشرير بمعنى تدمير حزب الله لأريد أن أطيل، والانتقال إلى سوريا ومحاولة تصفية هنالك الوجود الإيراني، معناه أن هذا سوف يشكل أكبر تهديد للأمن القومي الإيراني. عذرا لضيق الوقت دكتور نبيل العتوم، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط، شكرا لك، وشكرا من دمشق. عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي على انضمامك معنا.